بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع راح أناقش به الحل المثالي، أو خلينا نسميه الحل النموذجي لأسئلة امتحان مادة الرياضيات لطلبة المرحلة الأولى للفصل الدراسي الثاني. المواضيع اللي داخلة بالامتحان اللي هي التكامل المحدد والغير محدد، تطبيقات التكاملات، طرق التكامل، الأعداد المعقدة، الأحداثيات القطبية والمعادلات القطبية ورسمهم، والمصفوفات والمحددات. طبعا إضافة إلى الدوال التسنمية اللي هي الدوال اللوغارتمية، دوال الأسية، دوال الزائدية. هذه كلها هي ضمن المادة المخصصة أو المنهج المخصص للفصل الدراسي الثاني. طبيعة الأسئلة قسم من عندها هي صح وخطأ، يعني قسم من الأسئلة أسئلة فكرية تعتمد على الطالب، ما يطلب من عندها حل، يعني السؤال ما يتجاوز أكثر من دقيقة، يعني لأنه سؤال والإجابة مالته أو الخيارات هي صح أم خطأ. فبالتالي إذا كان الطالب مجرد ما مستوعب للموضوع يقدر يجاوب على هذا السؤال مباشرة بدون ما أنه يستغرق من عنده وقت، وحتى ما يطلب من عنده تفكير زايد. فقسم من الأسئلة هي، أو أغلب الأسئلة اللي موجودة بالامتحان، هي أسئلة فكرية تعتمد على مدى استيعاب الطالب للمادة العلمية، ما يطلب من عندها وقت، لأنه أغلبها هي بصيغة اختيارات متعددة، والطالب عليه أنه يختار الخيار الصحيح أو أنه صح وخطأ. وقسم من عندها قليل جدا اللي هو راح يكون يتطلب حل، سواء كان مثلا حل تكامل، أو سؤال متعلق بمثلا تطبيقات تكامل، أو سؤال متعلق بإيجاد مثلا محدد للمصفوفة. لكن هذه الأسئلة عددها قليل مقارنة بالوقت المخصص للامتحان اللي هو 3 ساعات، يعني 3 ساعات وقت كلش كثير جدا على هذه الأسئلة. خلي نبدأ بالأسئلة تباعا وخلي نناقشهم. السؤال الأول، إذا كان A and B are symmetrical matrices، إذا كان الـ A والـ B هما عبارة عن مصفوفات متناظرة of the same order، إذا كانوا اثنيناتهم بنفس الـ order، إذا ما هو الخيار الصحيح؟ A في B is a symmetric matrix، A ناقص B is a CQ matrix، symmetric matrix، A في B زائد B في الـ A is a symmetrical matrix، A في الـ B ناقص B في الـ A is a symmetrical matrix، none of them، all of them. طبعا هسه هذه هنا هو سؤال متعلق بالمصفوفات ومتعلق بخصائص المصفوفات. خصائص المصفوفات احنا شارحيها بالتفصيل. كل ما هنالك انه انا لازم افتهم شنو المقصود بسيمتريك ماتريكس. زين، وعلى اساسه راح ابدا اطبق الخيارات. دائما احنا نعطي ملاحظه للطالب، نقول له اذا كان اكو سؤال وهذا السؤال معطيني اكثر من خيارين، يعني عندي خيارات كلش هوايه، فحتى لا اضيع بكيفيه اختياري للاجابه الصحيحه، ابدي بمبدا التسقيط الفردي. ابدي بمبدا التسقيط الفردي، يعني شنو تسقيط فردي؟ يعني ابدي كل سؤال هذه النقطه مثلا اي في البي، اي في بي، يعني مصفوفه اي في مصفوفه بي از سيمتريك ماتريكس. احنا عندنا ملاحظه انه اذا كان عندي انا مصفوفتين سيمتريكال بنفس الاوردر، يعني نقدر انه نجري عليهم مبدا عمليه ضرب المصفوفات باعتبار متحقق الشرط اللي عندي. زين، فبالتالي من اضربهم ما راح يكون النتيجه شنو هي؟ سيمتريكال. فبالتالي راح ابدا اسقطهم تسقيط فردي، يعني اقول هذا ملغي الخيار الصحيح، وهكذا. فبالتالي الطالب اللي راح يكون هو مستوعب للموضوع، فاهم الخصائص، فاهم لي المبدا العام، راح يبدي انه يقدر انه يوصل للخيار الصحيح بشكل مباشر. زين، بالنسبة لهذا السؤال، الخيار الصحيح أو الإجابة الصحيحة أنه الـ A في الـ B زائد الـ B في الـ A is a symmetrical matrix. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان A أو إذا ك if A is a square matrix، إذا كان الـ A هو matrix مربع، square matrix يعني matrix مربع عادي، إذا A ناقص الـ A داش is، هل هو الخيار الاول اللي هو diagonal matrix، ام هل هو، طبعا ناتج نقصد به انه اي ناقص الاي داش از diagonal matrix، secure symmetric matrix، symmetrical matrix، none of these، all of them. اذا كان عندي square matrix وعندي اجريت عمليه رياضيه اللي هي عمليه الطرح ما بين اي ناقص الاي داش، الناتج راح يكون هو الخيار رقم 2،
انه انا عندي السكيو سيمتريك ماتريكس. طبعا مثل ما ذكرنا هذه الخصائص احنا شارحيها بالتفصيل شنو نقصد بالمصفوفة شبه منحرفة او شبه متناظرة. زين، سؤال رقم ثلاثة، عندي مصفوفة سكوير 2 في 2 هي عناصرها اي بي وعدي هنا بي اي. طيب الاي تربيع لهذه المصفوفة معطينها بي الفا بيتا بيتا الفا. اذا حسب هذه هسه حسب هذه الخصائص او حسب هذول العلاقتين، زين هل انه مقدار قيمة الاي اللي هو الكونستانت اي اللي هو هذا، هل انه قيمة الفا تساوي اي تربيع زائد بي تربيع في حين ان مقدار قيمة بيتا تساوي لنا اي في البي، او انه مقدار قيمة الالفا تساوي لي اي تربيع زائد بي تربيع وبينما البيتا تساوي لنا 2 في اي بي، ام انه مقدار قيمة الفا تساوي لنا اي تربيع زائد بي تربيع وبيتا تساوي لي اي تربيع ناقص بي تربيع، او انه الالفا هي 2 اي بي وبيتا هي اي تربيع زائد بي تربيع. طيب انا كيف انه راح ابدي احل؟ راح ابدي اللي هنا، انا عندي مقدار قيمة الاي، زين القاعدة اللي عندي قيمة الاي تربيع هي اي في اي، فبالتالي راح اخلي هنا انا عندي قيمة الاي المصفوفة الاولى واخلي المصفوفة الثانية بصفها اللي هي نفسها الاي، يعني اضرب اي في اي، ناتج عملية الضرب يساوي لي هذه الاي تربيع اساوي المصفوفتين بعد الناتج واطلع من عندها مقدار قيمة الكونستانت، فبالتالي الخيار الصحيح مالتي راح يكون هو الخيار رقم 2، زين بمقدار قيمة الفا هو اي تربيع زائد بي تربيع ومقدار قيمة بيتا تساوي لنا 2 اي في البي. هذا السؤال على الطالب انه لازم يحله ويثبت الإجابة مالته حسب التعليمات. سؤال رقم 4، إذا كان أي مصفوفة أي هي واحد عناصرها واحد ناقص 2 واحد، الصف الثاني هو 2 واحد 3، وعندي البي مصفوفة عناصرها 2 واحد 3 2 واحد واحد، إذن حاصل ضرب الأي في البي ترانسبورتز، يعني أول مرة تضرب الأي في البي وبعدين توجد المنقول مالته المصفوفة الناتجة من عملية الضرب مالت الاي في البي، عملية ضرب اي في البي راح يولدني مصفوفة، هذه المصفوفة انقلها شنو يعني ترانسبورت، كل صف يصير عندي عمود. طيب بعد ما راح اجري هذه العملية، هل الناتج مالت الاي في البي ترانسبورت راح يكون مساوي للحالة اي او بي او سي او دي؟ زين طبعا المفروض هنا نفس الكلام الطالب راح يبدي يحل، لأن هنا أنا لازم عندي A أضربها في البي يطلع عندي ناتج، بعدين كل صف أحوله إلى عمود. الناتج من عملية الضرب هنا راح تكون عندي هي عبارة عن مصفوفة 2 في 2، زين تجنبنا دائما نجيب المصفوفات اللي هي تكون 3 في 3 أو أعلى حتى لا تكون عندي حسابات معقدة. زين فبعد ما أنه تجري العملية وتنقل كل صف السوي إلى عمود، الناتج راح يكون هو الحالة رقم B، فبالتالي الخيار الصحيح مالتنا هو الخيار رقم B. السؤال رقم خمسة، إذا كان الأي مصفوفة مربعة 2 في 2 عناصرها 1 2 ناقص 5 1، إذن الأي وكان عندي الأي انفيرس يعطى بمعادلة هو X في الأي زائد Y في الأي، طبعا الأي هي المصفوفة مالتي هذه، والاي هو الايدنتيتي ماتريكس هو مصفوفه الواحد اللي هي راح تكون عندي مصفوفه 2 في 2 عندي عناصرها راح تكون عندي الاي ماتريكس هو 1 0 0 1. اذا ذا فاليوز اوف ذا اكس اند واي، اذا هنا ايش راح يكون عندي؟ انه قيمه الاكس وقيمه الواي لازم تستخرج ليهم قيمه الاكس وقيمه الواي. كيف راح استخرجهم؟ اولا انا عندي الاي انفيرس لازم اطلع الانفيرس ماتريكس مالت 2 في 2 وهذه مباشره وسهله وما يتطلب من عندك يعني دقيقة، انه اذا كنت حافظ القاعدة واحد على determinant، زين في ال تغير لي القاعدة اللي هنا انه انا عندي ابدل الاي الواحد في الواحد تبقى نفسه واغير القيم مالت الاثنين والسالب خمسة فاحصل من عنده على طبق القاعدة لايجاد مقدار قيمة الانفيرس ماتريكس مالت المصفوفة 2 في 2، هذه ظهر عندي هذا الحد يساوي هذه x في ال a عندي هذا ال a زائد y في ال i، نفس الكلام راح يكون السايز مالته مثل ما كنا هو ال i ماتريكس 2 في 2،
اساوي الطرفين ومن عندهم راح استخرج مقدار قيمه الاكس والواي. بعد ما انه تحلي هذا السؤال الناتج راح يكون الاجابه الصحيحه هو الاي، هو يمثل قيمه الاكس راح تطلع عندي سالب 1 على 11 وقيمه الواي راح تكون هي 2 على 11. سؤال رقم 6. سؤال رقم 6 if a matrix A is both symmetric and skew symmetric، اذا كان عندي ماتريكس، هذا الماتريكس هو خلينا نقول انه صفتين به، اولا هو سيمتريك وسكيو سيمتريك ماتريكس. اذا هذا الاي اللي هو طبعا الماتريكس مالتي اي راح يكون بنفس الوقت از اي از ا دايجونال ماتريكس، اي از ا زيرو ماتريكس، ام اي هو سكيلر ماتريكس او سكوير ماتريكس اور نون اوف ذس او كلهم. طبعا اذا صادف انه يكون عندي ماتريكس بغض النظر عن الاوردر مالته وصادف انه يكون هو سيمتريك وسكيو سيمتريك، اذا طبيعه هذا الماتريكس هو زيرو ماتريكس، زيرو ماتريكس. اذا سؤال رقم 7. سؤال رقم 7 عندي مصفوفتين متساويات، يعني هذه المصفوفه تساوي هذه المصفوفه. زين then find the values of a b c x y and z. عندي قاعده شرط تساوي المصفوفتين انه اي مصفوفه تساوي المصفوفه الثانيه متى ما تحقق عندي شرط انه كل عنصر بالمصفوفه الاولى يساوي العنصر المقابل بالمصفوفه الثانيه. يعني راح يكون هنا عندي هسه حسب القاعده راح اطبق هذه هسه بشكل مباشر، راح يكون عندي x زائد 3 تساوي لي 0، z زائد 4 تساوي 6، 2y ناقص 7 تساوي 3y ناقص 2. هذه نفس الكلام انتقل لهنا اشكل مجموعة معادلات، يعني مثلا هنا راح يكون عندي z زائد 2c تساوي 0، 3b تساوي ناقص 21، اذا منا راح اطلع قيمة ال b اعوض هسه لهنا، اي قيمة ال b صارت عندي معلومة، انتقل هسه لمن للقاعدة اللي قبلها، مجموعة معادلات استخرج بدلالتهم القيم المجاهيل اللي رايد لي اياها حسب شرط او قاعده تساوي المصفوفتين. الناتج الصحيح طبعا الخيار مالتي راح يطلع هو الاي اللي هما ناقص 2 ناقص 7 ناقص 1 ناقص 3 ناقص 5 ب 2. سؤال رقم 8. The order of the single matrix obtained from الاوردر الناتج من عندي هسه هذه ماتريكس ناقص هذه الماتريكس، عملية الحسابية اللي هنا اللي تنتج عنها عملية طرح راح يولد لي نفس المصفوفة بنفس الأوردر، بعدين راح أضربهم، يعني حاصل ضرب هذه المصفوفة اللي هي عبارة عن ثلاث صفوف في عمودين في هذا الناتج من هذول الاثنيناتهم اللي راح يكون عندي مصفوفة بصفين بثلاثة أعمدة، الناتج الكلي إيش راح يكون؟ هل الأوردر مالته 2 في 3؟ ام 2 في 2 ام 3 في 2 ام 3 في 3. زين هذه هنا بعد ما انه تجري المفروض انه تم مباشره راح تعرف انه الناتج راح يكون هو الخيار دي وهو 3 في 3، عمليه بسيطه وسهله وما بها يعني حسابات معقده. سؤال رقم 9. اذا كان اي هو عباره عن ماتريكس اوف اوردر ام في ان، اي هو ماتريكس الاوردر مات ام في ان، وكان عندي البي هو ماتريكس بحيث عندي هذا البي هو ماتريكس اوكي بحيث اي في بي داش اند بي داش في الاي ار بوت ديفاين، اثنيناتهم معرفين. اذا ذا اوردر اوف ذا ماتريكس بي، السؤال هل الاوردر مالت الماتريكس بي راح يكون هو ام في ام، ان في ان، ان في ام، ام ام في ان، او نون اوف ذيس. زين انا اول هسه اللي هنا حتى يتحقق عندي هذا الشرط مالت الضرب هنا باعتبار انه انا عندي الاي هو ام في ان، هذا الام الاي ام في ان، البي احتاج انه حتى اضربهم بحيث يكون عندي اي بي داش والبي داش واثنيناتهم معرفين، لازم يكون عندي الاوردر مالت البي هو يكون عكس يعني يتحقق به الشرط مالت من؟ مالت الاوردر الاي اللي هو لازم يكون بنفس الاوردر مالته اللي هو ام في ان، يعني
اذا كان هسه هذا هنا هو عباره خلينا نفترض 3 في 2 البي، حتى يكون عندي هذا الاي بي داش والبي داش اي متحقق لازم يكون عندي مقدار قيمه الاوردر هو للبي هو ام في ان. سؤال رقم 10، اذا كان الاي ما المصفوفه اي هي هذه عناصرها والبي والسي معرفين، اذا اريد احقق هسه اللي هنا أنا انه اي زائد بي، يعني منهم من هذول الخيارات راح تكون هي الخيار الصحيح. اذا راح يكون عندي هسه مثلا انه الاي زائد بي يساوي لنا البي زائد اي، هذه واحد، والاي زائد بي زائد سي يساوي لنا الاي زائد بي زائد سي، زين، ام انه الاي زائد بي يساوي لنا البي زائد اي اند اي في سي يساوي لنا البي سي، اوكي، او انه مقدار قيمه اي زائد بي تساوي بي زائد اي والاي في البي تساوي لنا البي في سي. من هذول الصحيح او الخيار الاخير؟ طبعا حتى انتبه هنا كلهم الشرط الاول متحقق بهم، يعني مثلا عمليه الجمع قلنا عمليه تبادليه ما عندنا مشكله بها، هي والعمليه يعني عمليه الجمع ممكن انه انا اقول اي زائد بي هو نفس البي زائد اي ما عندنا مشكله، لكن انتبه لعمليه الضرب لانه اي في البي لا يساوي البي في الاي على مستوى الماتريكس، فبالتالي لازم انتبه منه من هذه الخاصيه المتحققه. هذه تعتمد على الخصائص للعمليات الحسابيه. العمليه مالت اللي راح تكون متحققه هي الاولى باعتبار هذه كلها عمليه توزيع وعمليه جمع، فمن اقول اي زائد بي هو نفس البي زائد اي، وبنفس الكلام من اقول اي زائد بي زائد سي هو نفس الاي زائد بي زائد سي، فبالتالي هذه هي العمليه الحقيقيه او اللي هي الصحيحه وتنطبق على هذول المصفوفات. سؤال رقم 11، Which of the following property does not hold for matrix multiplication؟ مثل ما استشرحنا اذكرنا انه عملية الضرب بالنسبة للماتريكس عندي عملية مهمة هي غير متوفرة بالنسبة لعملية ضرب المصفوفات، هي ليست عملية تبادلية، يعني العمليات اللي مثلا عملية الجمع اقدر ان اقول هي عملية توزيع عملية تبادل، زين. السؤال هو هنا على عملية الضرب multiplication of matrix، منهم من هذول العمليات غير لا تتوفر لا تتحقق بها؟ العملية طبعا هي العملية الثالثة الكوميتيتيف، هذه غير متوفرة بالنسبة لعملية ضرب الماتريكس. سؤال رقم 12، إذا كان عندي two matrix A and B are multiplied to get A في B، أريد أضربهم، زين، هل إنه هذول المصفوفتين يجب أن يكون اثنيناتهم rectangular او يجب ان يكون اثنيناتهم من نفس الاوردر او none of columns of a is equal to columns of b؟ يعني لازم يتحقق عندنا هذا الشرط انه النمبر، العفو هذه نمبر وليست نو، نمبر اوف كولومز عدد الكولومات في الاي يجب ان يساوي لنا الكولومات في البي، او عدد الصفوف في الاي يساوي عدد الصفوف الكولومات في البي. زين القاعدة اللي عندنا الخيار الصحيح هو يجب أن يتوفر في حالة الأي في البي بالنسبة لهذه العبارات، طبعا هو العبارة راح يكون العبارة رقم سي أنه عدد الكولومات في الأي يساوي لنا عدد الكولومات في البي، هذه العبارة الصحيحة، لكن احنا الشرط عملية ضرب المصفوفات ذاكريها ومعرفيها بشكل ثاني. طيب سؤال رقم 13، طبعا هسه الطالب يقول أنه أغلب الأسئلة هي متعلقة بالماتريكس، لا انا عندي 50 سؤال، لكن الجزء الاول اللي هو تقريبا 15 سؤال تقريبا، خلينا نقول انه ثلث او اقل، هو متعلق بالماتريكس. السبب لانه هذا الموضوع ما دخل في امتحان الميد، فبالتالي يكون التركيز عليه اكثر، لكن بقيه الاسئله على مواضيع راح نشوفها تباعا. سؤال رقم 13، سكوير ماتريكس بحيث كل عناصره in which all elements except at least one element in diagonal are zero is said to be. عندي ماتريكس، هذا الماتريكس هو سكوير، كل عناصر ما عدا على الاقل عنصر بالدايجونال are zero is said to be. شو نسمي هذا؟ هل نسميه identical matrix او نسميه نول او زيرو ماتريكس او الكولوم ماتريكس او دايجونال ماتريكس؟ طبعا هذا من اسمه هو اصلا هنا متعلق بالسؤال، طالب اللي مثل ما ذكرنا فاهم الموضوع
دارس الخصائص. الإجابة طبعا هي الإجابة دي، إنه هذا الماتريكس هو نسميه بالدايجونال ماتريكس. طيب خلينا ننتقل سؤال 14. سؤال 14 two matrix A and B، two matrices A and B are added، ضفناهم أو يعني جمعناهم، عندي مصفوفة A زائد مصفوفة B are added if، طبعا دولي حتى أجمعهم القاعدة اللي عندي حتى أجمع مصفوفتين لازم يكونوا اثنيناتهم متساويين بالأوردر يعني، فهل يجب أن يكون دولي حتى أجمعهم الـ A والـ B are both rectangular both have same order أم number of columns بالنسبة للـ A يساوي number of columns للـ B أو number of rows للـ A يساوي number of columns. طبعا حتى أجمع مصفوفتين لازم يكون اثنيناتهم بنفس الأوردر، فبالتالي الخيار الصحيح هو الخيار B. سؤال 15 transpose of a rectangular matrix، عندي rectangular matrix انقلته، إذا انقلت هذا الـ rectangular matrix هل الناتج من عملية النقل هو scalar matrix square matrix diagonal matrix أم rectangular matrix؟ طبعا عملية إذا كان هو rectangular matrix وانقلته راح يبقى هو عندي rectangular matrix، فبالتالي الخيار الصحيح هو الخيار D. طيب هسه خلصت الأسئلة المتعلقة بالماتريكس، ننتقل إلى عندي سؤال هنا متعلق بالكومبلكس نمبر. سؤال رقم 16 the value of قيمة جذر ناقص 25 زائد 3 جذر سالب 4 زائد 2 جذر سالب 9 is. طبعا هذا السؤال هو سؤال بسيط من اوليات الكومبلكس نمبر، باعتبار احنا دائما القاعدة اللي عندي انه جذر لكمية سالبة لا يمكن، فانا اعوض عن جذر سالب واحد بالاي فاكتر او جي فاكتر حسب تسمية الكتب اللي هو الكومبلكس اوبريتر، وابدي بعدين يعني ابدي بعدين لايجاد مقدار قيمة الناتج. فبالتالي من اطبق القاعدة هسه اللي هنا أنا راح الاحظ مثلا هذه اللي هو عندي جذر سالب واحد هنا عندي 25، فبالتالي بعد ما انا راح اطلع هذه الكمية زائد هذا المقدار حسب القواعد الناتج مالتي راح يطلع هو عبارة الناتج الصحيح راح يكون هو عبارة عن الخيار سي، وهذه بسهولة الطالب يقدر يجمعهم باعتبار راح يكون هنا عندي هذه 5 اي هنا عندي 3 في 2 اي يصير عندي هنا هو عبارة عن 6 اي باعتبار 6 في 5 راح يكون هنا عندي 11، وبالنسبة لي هنا راح يكون هو 2 في 3 اي راح يكون عندي 6 اي، فالنتيجة راح تكون 17 اي. اوكي زين ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال 17. سؤال رقم 17 متعلق همين نفس الكلام بموضوع الكومبلكس نمبر. السؤال اذا كان زد هو عبارة عن كومبلكس نمبر وكان مقدار زد، بنقول هذا المطلق المودولس اوف زد، هذه مثل مقدار زد 4 يعني معطيني هسه هنا مقدار زد 4 ومعطيني ارجومنت اللي هي تمثل الزاوية 5 باي على 6، اذا هذا العدد المعقد يعني بمعنى انه هنا معطيني التمثيل مالته بصيغة البولر، بمعنى زد يساوي لي 4 والزاوية مالته 5 باي على 6، اذا زد اقدر اكتبه بصيغة شنو هذه؟ ريكتانجلر، باعتبار ان العدد المعقد اقدر امثله باكثر من اربع صيغ، واحده من عندهم اللي هي ريكتانجلر اللي هي شنو ريكتانجلر نقصد بها مقدار حقيقي ريال وايماجينري، وعندي البولر مقدار وزاويه، وعندنا التراجنومتريك فورم، وعندنا الاكسبوننشال فورم، هذه هنا مطيني هو البولر، فكيف احول من بولر الى ريكتانجلر؟ عندي ار في مقدار قيمه كوساين الزاويه وار في مقدار قيمه ساين الزاويه، مباشره راح احصل على انه يمكن تمثيل هذا العدد المعقد اللي هو عبارة عن صيغة بولر احولها الى صيغة ريكتانجلر، ايهما الصيغة راح تكون صيغة صحيحة؟ راح يكون هو الخيار اي. سؤال 18 سؤال 18 find the possible values اوجد القيم الممكنة of real i اذا كان عندي real i اس نص، طبعا الاي هو الاي اوبريتر اس نص، زائد imaginary
of I طبعا هنا عندي مطلق هذه هنا بس انتبه هنا real I أسنس زائد مطلق imaginary I أسنس هذه نفس الكلام أنا عندي I أسنس زين طبعا هنا تعتمد على من تعتمد على موضوع كيفية تحديد الروتس بالنسبة للكومبلكس نمبر وهذا موضوع مناقشي من القيم اللي راح تكون هي القيم الممكنة هنا عندي real I أسنس زائد المطلق imaginary I أسنس بعد ما نطبق القاعدة راح يكون الخيار مالتنا هو الخيار B إنه القيم الممكنة مالتي راح تطلع هي 0 وجذر 2 سؤال 19 سؤال 19 انه البولار فورم يعني الصيغه القطبيه للكومبلكس نمبر كيف امثلها مثل ما ذكرنا قبل قليل انه انا عندي اكثر من صيغه لتمثيل العدد المعقد صيغه ريكتانجلر البولار تراجنومتريك وعندي الاكسبونشال الصيغه القطبيه كيف راح ابدي انه انا امثلها زين اليه التمثيل بالنسبه للصيغه القطبيه هل هي الصيغه الموجوده اي هل هي صيغة A أم صيغة B أم صيغة C؟ طبعاً الصيغة اللي هي موجودة اللي عندنا هي R كوساين ثيتا زائد I ساين ثيتا هذه R في كوساين ثيتا راح يعطيني اللي الحد الأول اللي هو يمثل مقدار قيمة الريال بارت واللي هو طبعاً كيف جبنا هذا؟ جبناه باعتبار أنه أنا عندي R هو يمثل مقدار قيمة المودولاس أو مقدار قيمة الأمبليتيود وعندي هنا التحويلات اللي هي باعتبار زاوية ووجدها فبذا صيغة C الخيار مالتنا هو صيغة C سؤال 20 The value of قيمة لين سالب واحد قيمة ها سؤال متعلق بالدوال اللوغارتمية عندي لين ناقص واحد أوكي إذا كان عندي لين ناقص واحد هل الناتج does not exist يساوي لي 2 لين i او يساوي لي i by او 0 زين الخيارات اللي مطنيان يعني لو طلبت من عندك انه اوجد لي لين سالب واحد شنو جوابك راح يكون هل does not exist او يساوي لي 2 لين i او i في الباي او 0 زين طبعا اغلب الطلاب ما مجاوب على هذا السؤال الخيار الصحيح هو راح يكون الخيار C I في باي سؤال 21 إذا كان مطلق Z1 4 طبعا Z1 نقصد بكومبلكس نمبر إذا كان مطلق Z1 يساوي 4 وكان مطلق Z2 يساوي لي 4 إذن مطلق Z1 زائد Z2 زائد 3 زائد 4i هل هو أقل من 2 5 10 13 هذه عندك مطلق المطلق Z1 مطلق Z2 زين المطلوب هسه المطلق مال Z1 زائد Z2 زائد 3 زائد 4i اوكي هل الناتج راح يكون هو أقل من 2 أقل من 5 أقل من 10 أم أقل من 13 أوكي طبعا تعتمد عليه من هنا على الخصائص أنا عندي 4 ب 4 هذه 8 المفروض يعني إذا أبدي أحل هالشكل بشكل خلينا نقول إنه بدائي فعندي 4 ب 4 8 طيب عندي هنا هذا العدد إذا أخذ الماجنتيود مالته اللي هو راح يكون 3 9 زائد 16 25 والجذر مالته راح يكون هو 5 يعني راح يكون عندي 3 ب 3 العفو 4 ب 4 ب 5 فراح يكون المفروض يطلع عندي لان هذه عندي قاعده انه هذولي راح يكون هذا المقدار هو اقل من 13 فالنتيجه راح تكون هي الخيار مالتي هو الخيار دي سؤال 22 اذا كان مطلق z1 يساوي لي 1 ومطلق وعلما ان z لا يساوي زائد ناقص i لا يساوي زائد ناقص i فالسؤال اذا z زائد i على z ناقص i هل راح يكون هو الناتج مال هذا الحد هل هو بيورلي ريال يعني هو ريال نمبر حقيقي بشكل تام يعني ما راح يكون الناتج هو كومبلكس يعني ما يحتوي على ايماجينري او هو فقط بيورلي ايماجينري او هو عباره عن كومبلكس نمبر with equal real and imaginary parts or none of these زين انا معطيك مطلق لل z 1
والزد هو الزد ككومبلكس لا يساوي لي زائد ناقص اي. اذا من اجي اجمع زد زائد اي على زد ناقص اي، الناتج مال هذا الحد راح يكون هو بيورلي ايماجينري. شيك عوض عن مقدار زد، اختار لاي قيمه وتطبق هذه القاعده، فبالتالي الخيار هو بي. سؤال 23. Which of the following is not equal to ناقص واحد أس واحد على ثلاثة؟ هل هو يعني هل هو هذه الخيارات من هي راح تكون الخيار الصحيح؟ هل هو سالب واحد؟ طبعا اقرأ لي السؤال عدل. ما يعني which of the following، أي من هذه الخيارات التالية is not equal to لا يساوي لهذا الحد؟ لأن احنا ذكرنا انه العدد المعقد ممكن ان نمثله باكثر من صيغة، فأيهم لا يساوي هذا الحد؟ هل هو الناقص واحد او سالب جذر ثلاثة زائد اي مقسوم على اثنين اي، او جذر ثلاثة زائد اي مقسوم على اثنين اي، او جذر ثلاثة ناقص اي مقسوم على اثنين اي؟ طبعا هنا لازم تبدي تطبق القاعدة، هنا كيفية تحويل هذا العدد باعتبار انه انا عندك هسه هذا هو الجذر سالب واحد للجذر التكعيبي، زين تبدأ تحوله منو ما يساوي لنا، يعني منو من هذول الخيارات لا يساوي هذا العدد، الناتج هو طبعا الخيار دي، الخيار دي. سؤال 24. The complex numbers sin x زائد i cosine 2 x are conjugate to each other of the complex numbers، الأعداد المعقدة اللي هي sin x زائد i cosine 2 x are conjugate، هو مرافق to each other of، هل هي m by أو 0 أو x n زائد 1 x زائد نصف هذه مضروف في الباي أو no values of x. من الconjugate مالتنا هنا راح يكون نحقق هذه القاعدة، انه هنا لا تكون عندي قيمه محدده لمقدار قيمه الاكس، باعتبار انه هنا انا ابحث عن الكونجيجيت وعندي كومبلكس نمبر، فبالتالي الخيار مالتي راح يكون هو الخيار دي. سؤال 25. قيمه الاكس والواي بهذه المعادله، انه انا عندي 3 واي ناقص 2 زائد اي 7 ناقص 2 اكس يساوي 0. طبعا هذا هنا شرط تساوي تو كومبلكس نمبرز، باعتبار انه انا عندي هذا ريال الحد وهذا الايماجينري، ويساوي لي صفر زائد اي صفر، هذا يساوي بالصفر وهذا يساوي بالصفر، واستخرج من عنده مقدار قيمه الاكس والواي. سؤال مباشر يعتمد على خاصيه التساوي، فبالتالي الناتج راح يطلع عنده هو الخيار اي، قيمه الاكس مباشره منه. اذا انتبه هنا راح يكون عندي هذا الحد يساوي لي صفر، فقيمه الاكس هي 7 على 2، هذا الحد كله يساوي صفر، قيمه الواي تساوي لنا 2 على 3، فالناتج الصحيح هو الاي. سؤال 26. سؤال 26 انه ذا مودولس، المودولس نقصد به القيمه يعني المطلق، عندي 5 زائد 4 اي، اوجد المطلق مالته يساوي لي 5 تربيع زائد 4 تربيع تحت الجذر، فبالتالي بعد ما تحسبها الناتج راح يكون عندي 25 زائد 16، فالنتيجه راح تكون هي عباره عن جذر 41، باعتبار انه 25 زائد 16 تحت جذر يطلع هذا مباشرة. سؤال بسيط ومباشر و يعني اولي بدائي خلينا نسميه. سؤال 27. قيمة التكامل المحدد من 0 الى 1 لمطلق ساين 4 باي اكس دي اكس يساوي، هنا هذا المطلق طبعا هذا هنا السؤال لازم يطالب يحل، فبالتالي الطالب لازم يحل حتى يوصل الى الناتج، عملية اختياره فقط للخيار بدون ما انه يرفق الحل راح يهمل حتى وان كان النتيجة مالته صحيحة. حل التكامل هذا باعتبار تكامل محدد، فبالتالي لازم يطلع عندي ناتج. ناتج التكامل هذا المحدد هل هو صفر واحد على باي اربعة على باي اثنين على باي؟ طبعا الناتج بعد ما انه تحل طبق الخطوات حسب القواعد راح يكون الناتج هو بي دي، هذه دي طبعا اي بي سي دي، دي اللي هو 2 على باي. سؤال 28. المساحه المحصوره باي ذا لاينز بالخطوط
y تساوي لأربعة x زائد خمسة، y تساوي لنا خمسة ناقص x، and أربعة y تساوي x زائد خمسة is. هذا سؤال متعلق بتطبيقات التكامل المحدد. المطلوب هو إيجاد المساحة المحصورة ما بين هذه اللاينز. فهمين نفس الكلام الطالب عليه إني حل السؤال ويرفق لي الحل حتى أقدر أعتمد الإجابة معته. بعد ما تحل الناتج راح يطلع عندي هو أي 15 على 2 أو 7.5 سكوير يونتس باعتبار أنه أو وحدة مساحة. السؤال 29 سؤال متعلق همين نفس الكلام بتطبيقات التكامل المحدد. السؤال المساحة المحصورة ما بين المنحني أو the graph of y تساوي x تكعيب and the lines والخطوط x تساوي 0 y تساوي 1 y تساوي 8 هي، هل هي هذه المساحة؟ بعد ما تحل طبق القواعد الناتج راح يكون عندي هل هو 45 على 4 14 7 none of this. طبعا بعد ما تكمل وترفق للحل وتحل بالشكل الصحيح راح يكون الناتج عندك هو 45 على 4 يونت اريا. سؤال رقم 30 area bounded by the lines المساحة المحصورة ما بين الخطوط y يساوي مطلق x and y تساوي لواحد ناقص مطلق x ناقص واحد is equal to راح تكون مساوية إلى، هل هي 4 square units يعني الناتج هل هو 4 أو 6 أو 2 أو 8 وحدة مساحة. همين نفس الكلام ترفق للحل حسب القواعد اللي مناقشيها الناتج راح يطلع عندنا هو 4. سؤال رقم 31 area of the region مساحة المنطقة المحصورة ما بين المنحني y تساوي exponential x على lines x من صفر الى y تساوي لنا الاي. طبعا الطالب اعتبر احنا مناقشين الدالة الاسية فبالتالي المفروض هو يعرف الرسم مالتها ويعرف التقاطع مالت هذه الدالة مع ال y axis باي نقطة. x يساوي صفر y تساوي لنا الاي نفس الكلام. هنا طبعا انا اريد فقط الصيغة الرياضية للمعادلة وهذه تعتمد على اليمن على كيفية رسمه وتحديد من هو اللور ليميت بالنسبة لحدود التكامل والأبر ليميت. فبالتالي مجرد ما راح يرسم الدالة الأسية يحدد النقاط ويحدد المساحة المحصورة المطلوب أريد فقط الصيغة للتكامل هل هي اي ناقص 1 أو تكامل من 1 إلى الإي لين اي زائد 1 ناقص واي دي واي أو الخيار سي أو الخيار دي. هنا طبعا هذا السؤال إلى أكثر من صيغة ممكن أنه يعني تكون صحيحة. يعني مثلا الخيار بي صحيح، الخيار سي همين صحيح، الخيار دي همين صحيح. فبالتالي كلهم هذول ثلاثتهم اي واحد تختارهم هذول ثلاثتهم راح يكون هو الخيار صحيح. وهذا تعتمد على اليمن قلنا على رسم الدالة وتحديد المنطقة اللي مطلوب ايجاد المساحة المحصورة مالتها. سؤال 32 المساحة المحصورة بالدالة y تساوي لين x. هالمرة متعلق السؤال بالدالة اللوغارتمية هم نفس الكلام هذه شارحينها محددين الدومين والرينج الشكل مالت الدالة معروف تقاطع بالx axis. اريد هسه اولا المساحة المحصورة ما بين الدالة y تساوي لين x و x axis and the coordinates x يساوي 0 x 1 يعني من x 0 الى x 1 المطلوب هو ايجاد مقدار قيمة المساحة المحصورة. هنا راح تحل السؤال الناتج هل هو راح يكون 1 3 على 2 سالب 1 none of this. طبعا ترفق لي الحل مالتك حتى اعتمد الاجابه الناتج الصحيح هو راح يكون هو 1 يونت اريا. سؤال 33 فيزيكالي انتجريتنج من اي الى بي التكامل من اي الى بي لداله معينه اف اوف اكس دي اكس هذا هل يعني هو ايجاد المساحة المحصورة ما بين A و B أو إيجاد الأريا المساحة المحصورة from left of to point يعني area to the left of a point A area of the right أو area above. طبعا هذه من أول البدائيات بتكامل المحدد
نذكر أنه المقصود بالتكامل من A إلى B هو إيجاد المساحة المحصورة ما بين A و B، فبالتالي الخيار هو راح يكون الخيار A. سؤال 34، تكامل X على X ناقص 1 تكامل غير محدد، هذا التكامل هل يمكن حله باستخدام طريقة التعويض U تساوي X ناقص 1؟ هذا سؤال متعلق بطرق التكاملات. عندي دالة وهذه الدالة طلبنا من عندك تكاملها، وهل يعني سؤال هل يمكن انه انا احل باستخدام فرضية انه اليو تساوي لي اكس ناقص واحد، هل صح ام خطأ؟ يعني الاجابة نقول ممكن حل او لا. زين، طبعا الاجابة انه صحيح، هذه الفرضية تصلح لحل هذه التكامل. سؤال 35، سؤال 35، السؤال إذا كان المطلوب هو تكامل مطلق x dx، هل يساوي مطلق x على x زائد c باعتبار هو تكامل غير محدد؟ هل الناتج هالشكل؟ هل صحيح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خاطئة، الإجابة خاطئة. سؤال 36، سؤال 36، الدالة f of x تساوي لي exponential x تربيع، هذه الدالة has no anti derivative، هل صحيح؟ هذه طبعا سؤال متعلق بالدوال الأسية مثل ما ذكرنا نناقشها، هذه الإجابة طبعا خطأ. سؤال 37، سؤال 37، التكامل الغير محدد للدالة تانش، هنا نعطيك تانش x باور 2، يعني تان تربيع، تانش تربيع x، يعني اوجد تكامل، نفس الكلام هذا السؤال لازم تحل اياه، تكامل غير محدد لتانش تربيع x دي x، هل الناتج راح يكون هو x ناقص تان x، او الناتج هو x تربيع ناقص تانش تربيع x زائد c، او هو x ناقص تانش x زائد c، او x تربيع ناقص تانش تربيع x، or none of these. طبعا هذا السؤال هو مكرر، احنا جبناه بالمد امتحان منتصف الكورس. الاجابة الصحيحة هي ال x ناقص تانش x زائد c. سؤال 38، الحجم الناتج، الحجم الناتج من دوران المنحني y يساوي لي x تربيع حول ال y axis من النقطة 1 1 إلى النقطة 2 4، هذا سؤال متعلق بتطبيقات التكامل المحدد، ناقشين القواعد لكيفية تحديد الحجم الناتج عن دوران منحني، فالطالب يرفق الحل مالته، فالناتج هل هو راح يكون 5.5 باي يونت فوليوم، أو 5 باي، أو 7 باي، أو 7.5، او بقية الخيارات. طبعا الناتج بعد ما تطبق القاعدة تحل التكامل، الناتج راح يكون هو 7.5 باي يونت فوليوم. سؤال 39، طول الكيرف y يساوي لي x تربيع زائد 1 من النقطة 1 2 الى النقطة 2 5، طبعا هذه هم نفس الكلام تطبيقات التكامل المحدد، كيفية ايجاد length of the curve، قعدي قاعدة تطبيق مباشر الها، هل انه الناتج هو 6، وحدة طول 7 8 9 10، or none of these. طبعا بعد ما راح تحل وطبق القاعدة ما راح يطلع لك ولا واحدة من هذول، فبالتالي الخيار مالتك هو الخيار الأخير، الخيار الصحيح يعني. سؤال 40، سؤال 40 هذا متعلق ب الدوال القطبية، انه لو كان عندي f of theta، إذا كانت عندي f of theta دالة معينة باعتبار أنا بالدوال القطبية هي عندي r وثيتا، فإذا كان عندي f of theta تساوي قيمة ال f of theta زائد 180، هذا يعني إنه الدالة تمتلك تناظر حول ال pole axis أو ال normal axis أو ال polar axis or all the above. طبعا هذا الشرط متى ما توفر عندي دليل على انه الدالة تمتلك تناظر على البول اكسس او البول بوينت. سؤال 41،
من العلاقات المتعلقة بالدوال الزائدية، هل انه شاين اي ثيتا يساوي لي اي ساين ثيتا؟ هذه واحدة من العلاقات الرياضية اللي هي تربط الدوال القطبية او العفو الدوال الزائدية بالدوال الجيبية. فعندي من المتطابقات الرياضية انه اذا كان عندنا ساين اي ساين ثيتا، اي ساين ثيتا هو نفسه شاين اي ثيتا، فبالتالي الخيار هو صحيح، يعني هذه العبارة او هذه العلاقة الرياضية صحيحة. سؤال 32، كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا، هذول اثنيناتهم تنتبه انه بيناتهم الكل مرفوعين للباور ان اس ان، يعني هو نفسه يساوي كوساين ان ثيتا زائد اي ساين ثيتا. يعني اذا كان عندي كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا الكل اس ان، هو نفسه اقدر اكتبه يساوي لي كوساين ان ثيتا زائد اي ساين ان ثيتا. هذه نهمين نفس الكلام من العلاقات الرياضية للدوال الجيبية، ونقدر هذا نطبق عليها باستخدام صيغة أويلر، وطبقنا هذه العلاقة فبالتالي علاقة صحيحة، الخيار هو صحيح ترو. سؤال رقم 43، كوشاين اي ثيتا، هالمرة العلاقة بدلالة الدالة الزائدية للكوساين، هل كوساين اي ثيتا هو نفسه كوساين ثيتا؟ العبارة صحيحة نعم، باعتبار الكوساين هو دالة زوتية، فعندي هنا كوساين ثيتا هو نفسه الكوساين اي ثيتا. سؤال 44، الدالة القطبية the polar equation r تساوي كوساين 2 ثيتا تمتلك تناظر، تمتلك تناظر هذه الدالة، عندي r تساوي كوساين 2 ثيتا تمتلك تناظر على البولار اكسس، نورمال اكسس، البول اكسس او البول بوينت، اور اول ذا ابف. طبعا الدوال القطبيه احنا مطين جدول في مجموعه من المعادلات، يعني عندي المعادله r تساوي مثلا كوساين، عندي رسم مالتها كوساين ان ثيتا، فاذا كان n 1 لها شكل، اذا كان n 2 لها شكل، اذا كان 3 4 فمطين هذا الجدول. الطالب المفروض اذا كان مستوعب الموضوع فاهم، لانه الشكل اللي هو ستاندر، لكن عدد الان يحدد لي عدد الزهرات خلينا نسميها باللي راح تظهر عندي بالرسم. فمن ارسم هذه الداله اللي هي r تساوي كوساين 2 ثيتا، زين راح تكون الداله متناظره على كل المحاور بما فيها البول بوينت، فبالتالي الخيار مالتي هو all the above. سؤال 45، المعادله القطبيه r تساوي ثيتا، r تساوي ثيتا تمتلك تناظر، تمتلك تناظر مع البولار اكسس، نورمال اكسس، بول اكسس، او all of the above، او الخيار الاخير. هذه الداله من اجل ارسمها r وثيتا الرسم مالتها راح يكون بشكل عشوائي، يعني بهذا الشكل ما راح يمتلك اي تناظر مع اي محور، فبالتالي الخيار هو الخيار الاخير. سؤال 46، سؤال 46 هذا طبعا هنا اكو تصحيف، هنا the volume، السؤال هو the volume، السؤال 46، the volume produced الحجم الناتج من دوران المنحني y يساوي sin x from x axis، دوران المنحني الحجم الناتج من دوران المنحني y يساوي sin x about the x axis from x0 to x pi، باعتبار sin wave تقاطعاته بالصفر بالباي بالتو باي. الناتج هذا طبعا هذا السؤال هو مكرر، الجواب هذا نفس الكلام، الطالب راح يرفق الحل مالته، تطبيق مباشر للقاعده لكيفيه ايجاد مقدار قيمه الفوليوم. الناتج راح يكون هو عباره عن باي تربيع على 2، باي تربيع على 2 يونت فوليوم. عندنا سؤال 47، التكامل الغير محدد للداله 1 زائد كوساين اكس باور سالب 1، يعني التكامل لواحد على 1 زائد كوساين اكس دي اكس، هذه بعد ما تطبق عليها خطوات طرق التكامل الناتج راح يطلع عندك
أيهم صحيح راح يكون هو الخيار الناتج، راح يكون هو عندي تان اكس على 2 زائد سي اللي هو الخيار رقم 3. سؤال 48، السؤال: التكامل المحدد من 1 إلى 4 للدالة x تربيع ناقص 2 x زائد 10 وسالب 1، يعني تكامل من 1 إلى 4 لواحد على x تربيع ناقص 2 x زائد 10، هذا همنا من يعني السؤال احنا مكرريه. الناتج راح يكون عندي، الحل راح يكون عندنا الناتج، هل هو الناتج هنا، هل هو راح يكون عندي الباي على 3 او الباي على 6 او الباي على 9 او الباي على 11 اور نون اوف ذيس؟ طبعا راح يكون هو نون اوف ذيس، ما راح يطلع لنا بهذا الشكل اللي كررنا السؤال هذا. النتيجه ما راح تكون عندنا بهذا الترتيب، التكامل المحدد يطلع عندي باي على 12، فبالتالي ما موجود ضمن الخيارات، فاذا نون اوف ذيس الخيار الاخير. سؤال 49، the domain of the function، المجال للدالة الزائدية للكوتان، هنا y تساوي لكوتانش x، هل هو؟ هذا مجرد ما انه فقط انه لو كنت انت حافظ الرسم، احنا معطيه للطالب وشارحيه له، مجرد ما يرسم الدالة الزائدية للكوتان راح يقدر يكون قادر على تحديد الدومين والرينج مالتها، لانه من الشكل مالتها واضحة. الخيار الصحيح راح يكون هو all x ما عدا 0، all x ما عدا 0. السؤال الأخير انه هل الدومين للدالة، الدومين للدالة، the domain and the range، السؤال هو the domain and range of the function y تساوي لين x ناقص 1. احنا لين مات الاكس باعتبار هي تمثل الستاندر من ارسمها تقاطعاتها مع الاكس اكسس بالواحد، هنا المرة عندي لين x ناقص 1، فبالتالي هل هو all x all y، او هل هو all x greater 1 greater than 1 and all y greater than 0، او طبعا هو الخيار الصحيح هو الخيار رقم 3 اللي هو all x greater than 2 باعتبار الدالة ما تبيها شفت بمقدار 1 and all y greater than 0. اوكي، هذه هي طبيعة الأسئلة. طبعا سنالا نشوف الوقت هو 52 دقيقة. لاحظتوا خلال انه طبيعة الأسئلة قسم عندها صح وخطأ، خيارات أغلبها أسئلة فكرية تعتمد على استيعاب الطالب، قسم يعني خلينا نقول تقريبا الربع او اقل من الربع مجموعة الاسئلة اللي طلب انه الطالب لازم يحل حتى انه يستخرج الناتج، سواء كانت المسائل المتعلقة بتطبيقات التكامل لازم يحلها والتكاملات زين، فهذول لازم يرفق للحلول مالتهم، زائد بقية الاسئلة اللي هي متعلقة بالماتريكس. بالمجمل يعني انا هذه خلال الشرح مالتنا هذه ساعة، عندي بعد ساعتين باعتبار الوقت المحدد هو 3 ساعات، فالوقت هو كلش كافي. كثرة الأسئلة أو تنوعها هذا يعطي مجال كلش هواية للطالب بأنه يقدر يحصل على درجات، حتى في حال أنه خسارته لسؤال سؤالين 10 أسئلة عنده 40 سؤال يقدر يجمع عندهم درجات. أغلب الأسئلة فكرية صح وخطأ، متنوعة، خيارات متعددة، طبيعة الأسئلة هي أسئلة تعتمد بالدرجة الأساس على فهم الطالب للمادة، فهم الطالب للمادة. دعاءنا بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. أتمنى أن تكون هذه الأفكار هي مفيدة للجميع، ويعني اطلعنا على نمط وأسلوب معين من أسلوب الأسئلة الامتحانية.